أسعد الله صباحكم ويسعدني أن أرحب بكم باسم المنظمين لهذا الحدث، هذا النقاش الذي يتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني النسائية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين مجتمعات اللاجئين السوريين. يشرفنا اليوم أن يكون لدينا السيدة ناتالي جيلسون، وهي عضو مجلس النواب البلجيكي، وأيضا ناتالي شغلت مناصب رفيعة في وزارة العدل، وهي تعرف هذا الموضوع من النقاشات حول المساءلة والعدالة. أيضا يشرفنا أن يكون لدينا زينب أيديمار، ومن كويترو كويون أوكي، وهي من منظمة الأمم المتحدة، المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة في تركيا. ويسرنا أيضا وجود الأمين العام للمكتب المضيف، وهو السيد نيكولو فيجا تالامانكا، وهو الأمين العام لمنظمة لا سلام بلا عدالة. وأيضا لدينا مجموعة متحدثين قوية تمثل المجتمع المدني ويعملون في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. أرحب بكم جميعا، وأود أن أعطي الكلام إلى السيدة ناتالي. تفضلي. شكرا، شكرا جزيلا حسين على هذه المقدمة. والآن أنا عضو في مجلس النواب بعد أن كنت محامية وأعمل في وزارة العدل، وكنت أعمل على ملف العدالة وفي وزارة الشؤون الخارجية، ولكن لم أكن في وزارة العدل، فقط للتوضيح. شكرا جزيلا على إعطائي هذا الفرصة لرئاسة هذه الجلسة بالشراكة معكم، وحول دور منظمات المجتمع المدني النسائية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين مجتمعات اللاجئين السوريين. قبل 20 سنوات نتذكر أن المواطنون السوريون نزلوا إلى الشوارع لاستعادة حقوقهم والدعوة إلى مجتمع أكثر انفتاحا وديمقراطية. ونتذكر أيضا أن النساء كنا في طليعة هذه الحركة، وللأسف تمت مواجهتهن بقوة عنيفة وقوة وحشية، وهذه الاحتجاجات لا زالت في البلاد، وأيضا تعصف بالنساء والفتيات بشكل خاص، وأيضا واضطرت النساء السوريات إلى ترك بيوتهن وبلدهن منفصلين عن عائلاتهن. وأصبحنا دائما النساء يطلعن بمسؤوليات وأدوار جديدة في أسرهن وبلادهن وعائلاتهن. وأيضا والنساء هم أيضا الجسور وصانعات قرار، وأيضا وممكن أن نقول أن الجيل النساء السوريات بالمدافعات عن حقوق المرأة السورية قد تطور في 10 سنوات الماضية، ويشرفنا أن يكون بعضهن معنا اليوم. تسببت الحرب في سوريا في أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، وبوفق الأرقام أكثر من 5.5 مليون سوري يعيشون كلاجئين في الخارج، وأكثر من 6 ملايين سوري نزحوا داخل بلادهم. وتستضيف تركيا وحدها أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، نصفهم من النساء والفتيات. وأيضا وثقت تقارير واسعة النطاق أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مستمر في الحدوث داخل سوريا، وأيضا داخل المجتمعات السورية النازحة في الدول المجاورة.
ومع ذلك تظل هذه الظاهرة من بين أهوال الحرب غير المعلنة بسبب وصمة العار الاجتماعية والثقافية التي تلحق بمثل هذه الحوادث. على مدى السنوات العشر الماضية حث المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لدعم الشعب السوري ومعالجة أهم القضايا الإنسانية وصموته وأيضا وعلى التي تؤثر على مجتمعات اللاجئين السوريين وسواء داخل البلد أيضا أو في المنطقة. وفي هذا السياق من المهم أن يواصل المجتمع الدولي وأن يضاعف جهوده لإشراك ودعم المجتمع المدني السوري المدني وخاصة في مجال حقوق المرأة، وأيضا يجب محاربة العنف القائم على النواة الاجتماعي. كما توضح مجموعة المتحدثين اليوم فإن صوت منظمات المجتمع المدني النسائية أمر بالغ الأهمية لفهم ما يحدث تماما، كما أن مساهمتها ضرورية لتقييم ما هو مطلوب ومن أجل تكييف الاستجابة الإنسانية بشكل أفضل مع احتياجات المجتمعات المتضررة. من الأهمية بمكان أن تصبح مشاركتهم الناشطة أكثر فأكثر حجر الأساس الذي يقوم عليه كل جزء من الاستجابة الإنسانية. يوم أمس واليوم رأينا في الأخبار وفي الصحافة الكل تحدث عن المجتمع الدولي الذي اجتمع في بروكسل بمناسبة مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا الذي عقده الاتحاد الأوروبي. هذا الحدث هو فرصة لبدء عملية التحليل وأيضا التفكير في الاستراتيجيات والممارسات المعتمدة لمكافحة العنف القائم على النواة الاجتماعي بين مجتمعات اللاجئين السوريين ولتعزيز ودعم تلك الممارسات الجيدة التي تستند إلى ما نسميه المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية ومجتمعات ومنظمات المجتمع المدني النسائية مع الناجين من العنف القائم على النواة الاجتماعي. فقط التمكين الحقيقي للنساء والفتيات اللاجئات سيمكنهن من أن يكون فاعلات وذات مغزى من أجل التغيير لمجتمعاتهن ومن أجل مستقبل سوريا. إذن بعد هذه المقدمة أود أن أشكر منظمة لا سلام بلا عدالة على تنظيم هذا، وأود أن أعطي الكلمة إلى السيدة زينب إديمير كويونكو من المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تركيا لتقديم ملاحظاتها الافتتاحية. شكرا جزيلا وشكرا على إعطائي هذه الكلمة. أود أن أشكر الرئيسين ومنظمة لا سلام بلا عدالة على تنظيم هذا وعلى السماح لنا بال حديث. أصبح العنف القائم على النوع الاجتماعي ولا سيما ضد النساء والفتيات على مستوى العالم الآن ما يسمى بجائحة الظل. تظهر البيانات المستجدة أن جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات وخاصة العنف المنزلي قد اشتدت في العام الماضي وعلى الصعيد العالمي حتى قبل ظهور جائحة كورونا. تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي، وفي بعض البلدان يتم تحويل الموارد من الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الإغاثة الفورية ومن أجل الناجين والضحايا.
كشكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات وممارسة ضارة خطيرة. نحتاج أيضا إلى الاعتراف بالمخاطر المتزايدة لزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري خاصة بين السكان اللاجئين بسبب تزايد الفقر ونقاط الضعف التي تفاقمت بسبب الوباء، وتعود الأسر أكثر فأكثر إلى آليات التكيف السلبية بما فيها الزواج المبكر. في تركيا وفقا لمسح الصحة الديموغرافي حتى قبل انتشار الوباء أفادت 45% من الفتيات السوريات دون سن 18 عاما و9% من الفتيات دون سن 15 أنهن متزوجات أو يعيشن مع شريك. 39% من المراهقين السوريين أنجبوا أو حوامل حاليا بطفلهن الأول. المشاورات مع المجتمع المدني في تركيا بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة التي تسبق مؤتمر بروكسل الخامس في وقت سابق من هذا الشهر تؤكد أيضا على خطورة الوضع تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي. على الرغم من كل الصعاب من المثير للاهتمام أن بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى زيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الزيادة في الخدمات عن بعد وتمكين النساء من الوصول إلى الخطوط الساخنة وخطوط الاستشارة بشكل مجهول بدلا من الاضطرار إلى القيام بزيارات شخصية وتجنب الوصم. لذا فإن التحديات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كانت موجودة وستظل موجودة. الحكومات والجهات المسؤولة الأخرى مسؤولة بالتأكيد في هذه المرحلة من المهم أكثر من أي وقت مضى إظهار العمل الدولي والوطني المتضافر والالتزام بالعنف ضد النساء والفتيات. وهذا أيضا جزء من سبب قلقنا العميق بسبب انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تحدد المعايير. وأيضا يمكن المنظمات النسائية والمجموعات النسائية أن تكون ولا تزال مفيدة وتحولية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي كما تشير المشاورات المحلية والتي أجرتها منظمة لا سلام بلا عدالة في تركيا إلى هذه الحقيقة. على الرغم من أن برنامجنا للاستجابة للاجئين في تركيا جنبا إلى جنب مع شركائنا من المجتمع المدني فقد عملنا على زيادة قيادة المرأة في الاستجابة للأزمات في سياق الأزمات الممتدة. وتقوم مجموعة الدعم والتضامن المجتمعي من الإقران التي تم إنشاؤها بين اللاجئين والنساء المجتمعات المضيفة الضعيفة والإحالات التي تقودها النساء للاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي ومشاركة المعلومات حول مسارات الإحالة. وهذا يقودنا إلى أهمية توطين المساعدات للمنظمات التي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة وأيضا وبصفتنا مانحين ووكالات منفذة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نحتاج إلى زيادة الاستثمار في القيادة والقدرات والوظائف الأساسية للمنظمات التي تقودها النساء. وهذا من شأنه أن يجعل الاستجابة العامة أكثر مساواة بين الجنسين واستجابة لها. ويتماشى هذا النهج مع ما يسمى بالتزامات الصفقة الكبرى وهي اتفاقية بين كبار المانحين والمنظمات الإنسانية المنبثقة عن القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016. في الواقع تظهر تجربتنا في تركيا أن الاستثمار في الوظائف الأساسية للمنظمات التي تقودها المرأة من خلال تقديم المنح والتدريب والتوجيه الفردي هو أولوية قصوى. وسنواصل ذلك في الأشهر المقبلة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي يديرها سوريون يعيشون في تركيا. وبهذه الطريقة يمكن للمنظمات الشعبية التي تقودها النساء التركيز على تنمية قدراتها الخاصة على سبيل المثال من خلال تطوير خطتها الاستراتيجية والسياسات الداخلية واستراتيجيات المناصرة والعمل بطريقة أكثر كفاءة والارتباط بالمنظمات المماثلة والوصول إلى المزيد من التمويل مع الجهات من الجهات المانحة.
والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها ليست قضية مميزة للاجئين والمجتمعات المضيفة فقط، إنها كفاح مشترك للجميع من أجلنا جميعا، من أجل النساء والرجال والفتيات والفتيان بكل تنوعاتهم. لذلك نحن جميعا هنا في هذا معا. يسرني أن أكون أحد المتحدثات معكم اليوم، وأما خاصة في صلب هذه المواضيع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذه الملاحظات الافتتاحية، وأيضا شكرا على مشاركتكم، والذي يظهر التزامكم، التزام منظمة الأمم المتحدة للمرأة على هذا مع هذا المجتمع اللاجئين. وكما ذكرت أيضا، فإن العنف المبني على النوع، العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهذا أيضا تحدي كبيرا. ولكن أيضا أنا أتفق معك كما ذكرت أن العنصر الهش في المجتمع يحتاج أيضا إلى اهتماما خاصا. ومع هذا أود أن أعطي الكلام إلى المتحدثين، وأود أيضا أن أعرف بهم، كما هنا لدينا ياسمين بنشلي من منظمة ياسمين الحرية، السيدة ولا علوش من منظمة العدل والتمكين، هيمة يوسفي من شبكة الصحفيات السوريات، وأيضا منى زين الدين من منظمة النساء الآن من أجل التنمية. وفي البداية أود أن أطلب منكم أن تقدمنا ملاحظات افتتاحية، وأيضا بعدها سأعرف بكنا أكثر. ياسمينة تفضلي، الكلام لك. مساء الخير جميعا السيدات والسادة. اسمي ياسمينة بنشي، أنا مديرة تنفيذية لمنظمة حقوقية تدعى فريدوم جاسمين. صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ أنا سامعك، بس خليني أتأكد هم سامعين. أوكي. مسموع ياسمينة، تفضلي. شكرا. بداية أود أن أشكر هذه القائمين على هذا الاجتماع، لأنه أتاح الفرصة لنا للحديث عن موضوع هام جدا يخص النساء والعنف ضد النساء. أنا سأتطرق اليوم للحديث عن العنف الممارس ضد المعتقلات، وهو محور وصلب عملنا في منظمة فريدوم جاسمين. العنف ضد النساء في السجون، ضد المعتقلات، الذي مورس في السجون ومراكز الاحتجاز. وحقيقة أنا واحدة من اللواتي تعرضنا للعنف داخل مراكز الاحتجاز. حقيقة النظام السوري وبعض أطراف النزاع اتبعوا سياسة الضغط على النساء، على المعتقلات، بإخضاع المجتمع السوري منذ بداية عام 2011. حقيقة مورس العديد من أنواع العنف على المعتقلات السوريات. بداية كان العنف الجسدي من خلال التعذيب والضرب لنيل اعترافات غير حقيقية من النساء والضغط عليهن. أيضا العنف الجنسي من خلال حالات التحرش والاغتصاب التي مورست في العديد من مراكز الاحتجاز، حقيقة فرع 215، وهو معروف جدا بأنه يمارس انتهاك جنسي على كافة المعتقلات أثناء دخولهن، ألا وهو التفتيش عارية بالنسبة للمعتقلة. لأي معتقلة تدخل الفرع يقومن بتفتيشهن عاريات من قبل سجان. أيضا النوع الآخر من العنف والنوع الأكثر انتشارا، وهو العنف الممارس على النساء من خلال الضغط النفسي، العنف النفسي.
يكون عادة داخل المعتقلات من خلال بداية الاختفاء القسري أو الإخفاء القسري للنساء داخل مراكز الاحتجاز دون معرفة ذويهم. تبقى المعتقلة داخل هذا الفرع أو داخل هذا المركز إلى أن يتم نقلها أو إيداعها إلى سجن مدني. أيضا موضوع الظروف الإنسانية الصعبة التي كانت تعيشها المعتقلات من حرمان من الطعام، موضوع التجويع كان يقتصر الطعام في داخل الأفرع على كمية بسيطة من الطعام المقدم، وكانوا يكتفوا بوجبة واحدة أو وجبتان داخل مراكز الاحتجاز، وأيضا هو نوع من التعذيب النفسي. أيضا الاحتجاز بظروف إنسانية تفتقر لأي نوع من الطبابة، أي نوع من الصحة، أي نوع من النظافة حتى، والاحتياجات الشخصية والطبية، وجميعنا يعرف أن للنساء طبيعة فيزيولوجية تجعلها بحاجة شهرياً لنوع ما من الاحتياجات كانت النساء محرومة منها تماماً، وموضوع الموضوع الطبي الذي كان يحرم النساء من موضوع الطبابة. شخصياً كانت معي في أحد مراكز الاحتجاز سيدة مصابة بالسرطان، سرطان المري، كانت بحاجة لمتابعة جرعاتها الدوائية لكنها كانت تحرم منه قسراً داخل مراكز الاحتجاز. شكرا شكرا ياسمينة. سأنتقل مباشرة إلى ولا علوش. تفضلي ولا. سيت ولا تفضلي. تمام، صباح الخير، يعطيكم العافية. شكرا على الدعوة، وأكيد الشكر لسلام بلا عدالي. أنا ولاء علوش من ريف إدلب، مديرة مشروع بمنظمة عدل وتمكين. اشتغلت لسنوات طويلة مع النساء السوريات بشكل أساسي بشمال غرب سوريا، تقريبا لآخر 2017 لوقت الطعف من إدلب. يعني اشتغلت لسنوات طويلة مع معنفات وناجيات من العنف، وساهمنا أنا وفريق بإصدار العديد من الأبحاث اللي بتوثق أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات، وأشكال أشكال العنف أثناء النزاعات، الأشكال الجديدة للعنف ضد النساء اللي ظهرت بعد 2011 وتأثيراتها على كل مناحي الحياة. يمكن على قد ما التقيت بمعنفات ضمن المجتمعات اللي اشتغلت فيها، دائما بقول بفكر انه يعني هل يعقل انه ما يكون في نساء معنفات، يكون النساء عايشين حياة سليمة بلا عنف. بال 2015 التقيت بصبية بمخيمات أطمي، كان عمرها 16 سنة، متزوجي لثلاث مرات. زواج الثالث تعرضت فيه، طبعا كل زواجاتها تعرضت فيه للاغتصاب الجنسي من زوجها. زواج الثالث تعرضت لعملية إجهاض كانت كفيلة بفقدان الأموي طول حياتها. للأسف زوجها طلق لهذا السبب، والمجتمع حارب من خلال النظرة الدونية إلى بالدرجة الأولى كامرأة مطلقة، كطفلة مطلقة يعني 16 عام بعد ثلاث زواجات وهي ما زالت قاصر. كمان لعدم قدرتها في نظرة دائما دونية للامرأة اللي ما بتنجب، إنها امرأة غير كاملة أو امرأة ناقصة. للأسف هذا هو الواقع السوري. نحن دائما بحاجة لنشتغل على موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي لتوثيق هذا العنف. اي نعم، في سوريا أشكال للعنف هي موجودة بكل المجتمعات حتى بكل العالم، لكن يعني من خلال عملي بأكثر من مجتمع سواء بريف حمص الشمالي أو بتركيا أو بشمال غرب سوريا، كل مجتمع في أشكال خاصة فيه، في أشكال جديدة عم تنولد كل يوم. خلال الكوفيد 19 صار انفجار عند النساء للأشكال الجديدة، أكثر للبوح بالعنف اللي عم يواجه النساء السوريات.
يعني ما رح أضيف أكثر وأخذ أكثر من وقت جلستي، ممكن بالمداخلات القادمة يكون عم بحكي أكثر. شكرا. Thank you, Wala. Thank you. We will have شكرا شكرا ولا، يعني راح يكون عندنا يعني مجموعتين من الأسئلة بعد هذه. نيكولو سأعطيك الكلام الآن إذا أردت أن تضيف شيء، ولكن الآن أود أن أنتقل إلى هيمة. تفضلي. صباح الخير يا جماعة، شكرا على رؤساء الجلسة، وشكرا على منظمة بلا عدالة، لا سلام بلا عدالة، على تنظيم هذا، وخاصة الآن لدينا مؤتمر بروكسل الخامس. أنا هيما اليوسفي، أنا ناشطة سورية ومدافع عن حقوق الإنسان، وأعمل مع شبكة الصحفيات السوريات، وأنا منسقة للمشروع النساء والأمن والسلام، وأيضا وأنا حصلت على شهادة ماجستير من بريطانيا. اليوم سأتحدث، سأحولها إلى ناحية أخرى، وأيضا سأتحدث عن موضوع الإعلام والصحافة في هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي والدور الذي تلعبه، وفي محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ونشر الوعي حول الأحداث ونشر الوعي، وأيضا بين المجتمعات. إذن سأتحدث عن مدى أهمية وجود يعني تقارير إعلامية متوازنة وعادلة وحيادية، وأن يكون لديها أخلاقيات، لدينا مسؤولية أخلاقية في التعامل مع الضحايا والناجين من العنف، وكيف يمكن أن نتعاون كمجتمع مدني مع منظمات الإعلامية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة، وأيضا في عدم إعطاء يعني وصف عن المرأة، وأيضا وخاصة في مجتمعات اللاجئين، وأيضا من الضروري معالجة هذا يعني المقاربة التشاركية، وهي حيوية وحساس عندما نتحدث عن الحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن يكون لدينا تقارير حساسة حول هذا، وأيضا وأن ندمجها مع حشد التأييد والتضامن. ولن أخذ وقتا كثيرا، ولكنني أعتقد أنه سيكون لدينا جلسة أخرى في الأسئلة والأجوبة. شكرا شكرا هيما، شكرا. والآن أنا أعرف أن لدينا يدي أسئلة لكم، لكن سأبقيها في الجلسة التالية، الجولة التالية، ولكن أنتقل الآن إلى منى. أولا أود أن أشكر لا سلام بلا عدالة على دعوتي لهذه الجلسة، وأيضا وللعمل معا، وأيضا إلى زملائي الذين تحدثوا قبلي. اسمي منى زين الدين، وأنا مديرة برنامج في منظمة النساء الآن من أجل التنمية، وأنا مدافع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة. إذن فقط لأعطيكم خلفية عن منظمة النساء الآن من أجل التنمية، هي منظمة غير حكومية، وتعمل في بين المجتمعات السورية، وأيضا من لمساعدة المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية، وأيضا وضعنا برامج ونماذج للمرأة لإدارة مشاريع في سوريا ولبنان وتركيا، وها بالإضافة إلى تقديم تمكين والمشاركة وخدمات الحماية أيضا من خلال مراكزنا، وأيضا نعمل على حشد التأييد، وأيضا في البحث في السنة الماضية أو سنة ونص كنا نعمل بشكل مكثف حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وأيضا من أجل فهم الواقع الذي تواجه الناجيات من العنف الجنسي وأيضا والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأيضا ومن أجل فهم احتياجاتهم والتحديات، ومن أجل العدل والمساواة، وأيضا في مسح حول الناجين والحرية، وأيضا ركزنا على واقع
الناجيات من هذا العنف الجنسي. هؤلاء النسوة لم يكن بالضرورة ناجيات من عنف جنسي، ولكن بعضهن كان، ولكن كنا مهتمين أكثر حول الواقع الذي يواجهنه من عند خروجهم من السجن. وأيضا كنا نسمع قصصهن وأنهم سلطت الضوء على العنف الذي عندما تنتهي اعتقالها. وأيضا وما هو النوع الأب، هناك عنف آخر وهي وصمة العار لها. وكنا الكثير من الحالات كانوا يربطنا الاعتقال بالاغتصاب، ونعتقد وخلاص نحكم عليهم وأنه خلاص هنا هذا الانتهاكات التي تعرضنا له. وأود أن أقتبس لكم من إحدى الناجيات التي قابلناها، قالت: أنا أتمنى لو أنني بقيت في السجن، لأنني الآن نحت الآن على الأقل أنا أواجه أجانب ولكن أو غرباء، ولكن الآن أنا بالأقرباء ومن حولي، ولكنني لم أعيش، يعني الآن أعيش تجربة ليست عادية. ولهذا ما مدى الوصمة التي تعيشها الناجيات عند خروجهن، هذا يحصل في كل أشكال ومختلفة. قد يكون على مستوى اجتماعي عندما ترفض النساء من عائلاتهن، ولكن أيضا ما يحصل أن هنا المرأة ترفض من قبل المجتمع، وأيضا أو تكون خجولة عن أو تخجل من الحديث عن تجربتها، ولأنها تحتاج إلى دعم. إنها هذا في بعض الحالات على المستوى الاقتصادي عندما الناس يترددوا في توظيف هذه المرأة لأنها تاريخ في السجن. إذن هذا إذن يسلط الضوء على أنواع مختلفة من وصمة العار، وأيضا والعنف الذي تواجهه المعتقلات السابقات، وأيضا هذا يعيق قدرتهن للوصول إلى الدعم وخدمات الدعم الذي يحتاجونه. وأيضا هناك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هو لا يبدأ فقط في النزاعات، ولكن نحن نعاني من عدم المساواة في فترات النزاعات وكيف تعيش النساء بالحرب تختلف. وهذا نتيجة لكيف كنا يعيشنا في السابق، كيف كنا يتعرضنا للعنف بشكل مؤسسي في كل حياتنا اليومية، وأيضا في فترة السلم وفي فترة الحرب، سواء في علاقاتهم الحميمية أو في علاقاتهم العامة. إذن لننتقل، ودعا أن نناقش مبادرة لحشد التأييد مع في حملة السلام والعدالة، وأيضا كنا مع عدة منظمات ناشطة نسائية، ومع إحداهن دولة بدائل، وأيضا مع شبكة الصحفيات السوريات. وهذه المنظمات النسائية اجتمعنا معنا قبل عدة أشهر من أجل رفع الدعوة. أول شكوى جنائية في ألمانيا ضد العنف الجنسي وفي مراكز الاعتقال، وهنا من أجل الناجيات للحصول على العدالة كانت هناك مبادرة على مستوى مجتمعي لمحاربة هذه الوصمة، تجاوز هذه العواقب والعقبات أيضا في العدالة القانونية وغيرها، وأيضا للتوسع في معنى العدالة والعدل، وأيضا العدالة الانتقالية، وأيضا تحويل الظروف الفعلية التي أدت إلى هذا. إذن كنا نتحدث عن المساءلة القانونية، وأيضا في هذه خلال النزاع السوري في هذه الجرائم الجنسية، العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأيضا تحليل مبني على النوع الاجتماعي في سوريا منذ بداية التحقيق. وأيضا هناك في عقبات للعدالة هي أيضا إذن عدم معرفة النساء بأيضا القانون الجنائي والعدالة، وأيضا عندما نسعى من أجل تحسين هذا نحن نعني كل خطوة في عمليات المحاكمة. إذن هناك تحقيقات جنائية، المزيد من القضاء والمحامين، وأيضا نطلب أيضا بدعم متزايد من خدمات متخصصة من الناجين من هذا العنف، وأيضا
وأيضا لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وأيضا نشر الوعي وزيادة نشر الوعي ومن أجل مكافحة هذه الوصمة وكل من يعانينا من هذه الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع. سنعود إلى هذا بهذا الجزء النقطة فيما بعد في النقاش. إذا انتهى وقتنا ما كفي، كنت أريد أن أضيف ولكن ممكن أن أنهي. وأيضا ما استخدمناه أيضا وفي أيضا في المحكمة العليا الإقليمية في كوبلينز، وهناك عن أحداث الجرائم الجنسية وأيضا نعمل فيها، وهذا أيضا هذه الجرائم ضد الإنسانية، وهناك يخترقوا يعني ينتهكون الكرامة الإنسانية، وهناك هذا مهم جدا للإنسانية ومهم جدا الإقرار بهذه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وجريمة حرب. وأيضا هذا يجب أن الاعتراف بهذه السياق الذي تقع فيه وأثر هذه الجريمة على المجتمع أيضا. وأيضا هناك تفكير آخر، وما الذي يشكله بالنسبة للشعب السوري وكيف يتأثر الشعب بهذه الجرائم. شكرا. شكرا منى. والآن نيكولو هل أعطيك الكلام؟ تفضل. شكرا جزيلا. كنت أسمع الشهادة من الخبراء السوريين، ويجب أن نقر بأن الانطباع التفكير العام في النزاعات وانعدام الأمن، النساء تصبحن ضحايا جرائم الحرب من الناحية الآخر دائما من الأعداء الطرف الآخر، وهذا بالتأكيد هذا دليل كبير على الجرائم التي ترتكب ضد النساء بكل الأطراف وكما ذكرت المتحدثات. وهذا يعني هناك حقيقة مكملة لذلك، وأن هناك النظام الموجود ومفهوم في فكرة، وهو أيضا أن مرتكبي هذه الجرائم ليس فقط في المجتمع ولكن النساء، ويجب أن تكون مثلا موضع حماية باستمرار، وحتى بأنك مثلا التمويه أنك عادة في الاعتقال عادة المجتمعات تحاول إنكار والحق للنساء لهن الحق لاتخاذ قراراتهن، وأيضا ما هناك مثلا الزواج المبكر الزواج القصري، لأنه يعتقدنا بأنه بالنسبة الأفضل للمرأة أن تغتصب دوريا من شخص واحد بدل أن تغتصب من في الخارج. وهذا أنا لهذا يعني الزواج المبكر يعني هذه أحد أخطائه. هذا من ناحية أن هذه الأدلة والتراجيدية التي نتحدث عنها، وهذا بسبب يعني النظام، وأيضا بسبب قمع النظام، وأيضا من الناحية أخرى ورأينا أن هناك شيء مفقود في استجابتنا. وأعتقد عندما علينا أن نفكر بوضع أولويات الخدمات للمرأة، أعتقد في العديد من المرات يعني نتحدث ما الذي نقوم به وكيف نقوم به وكيف تقومون به. هذا أيضا لا يكلفك كثير، ولكن يجب هي طريقة التفكير. وأعتقد أن السياسات الموجودة الآن وهذه تعطينا نفس الرسائل، يعني الصوت الذي نسمعه بعد المسح الذي قمنا به، أن النساء وحول البكالات وحول الأنظمة
أن الشخص الآخر هو إنسان فقط، أنت فكر أن هذا الشخص هو ليس طفل وليس جزء أو مادة أو شيء أو شيء ثمين أو غير ثمين في أفكار الكثير من الناس الذين يفكرون بطريقة أخرى، ولكن حق المرأة هو حق سيادتها على نفسها. وهذا ما أسمعه بشكل عالي وسمعناه اليوم فيما يتعلق بأين ننتقل من الآن، وعن التحليل والتحليل وبأين نذهب، حتى التحليل والتوصيات لجهة أخرى، وما الذي يجب أن نفعله، ما هي التوصيات هذه التي نقوم بها، هل هي لنا؟ لا، ولكن أأمل إذا كان لديكم أسئلة في الخطوة التالية، وهذه ليست التوصيات للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لا هي، ولكن نحن نأخذها هذه. شكرا شكرا. لقد لمست النقطة الصحيحة، هذا ما يجب أن نفكر به، وأمل أن هذا النقاش سيقودنا إلى بعض النقاط الفعالة التي نعمل عليها في المستقبل. سأبدأ الجولة الأولى من الأسئلة مع ولاء. في على مدار العام الماضي عملت أنت ومنظمتك مع منظمة لا سلام بلا عدالة لإعداد بحث ميداني في تركيا بين مجتمعات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، ووضع توصيات محددة لجمع صوت النساء والفتيات اللاجئات السوريات المقيمين في تركيا. ما هو الدور الذي تلعبه منظمات حقوق المرأة في دعم الناجيات من العنف المبني على الجنس والنساء اللواتي يواجهن العنف بشكل عام؟ ما هي التحديات التي عليك أو التي واجهتيها في عملك؟ شكرا أسامة. بداية بس حابة تنويه لنقطة أنه اسمه حسين مش أسامة، ليس فقط ناجيات بل معنفات، يعني في كتير من الأحيان ما بنعرف رح نقول معنفة أو ناجي، لأن فعليا هي نفسها اللي بتقدر تحدد إذا كانت هي ناجي أو هي بعدها معنفة. هلأ لا شك بأنه منظمات المجتمع المدني السوري ويعني بشكل أساسي المنظمات النسائية والنسوية بتلعب دور كتير كبير بموضوع ومهم بموضوع الاستجابي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي بشكل ملحوظ. كان خلال السنوات الماضية التركيز على أجندة السلام والنساء والأمن 13-25 كان التركيز عم بيكون بشكل أكبر على المشاركة والحماية والوقاية، شوي أضعف على موضوع التعافي. رح أحكي أكثر على تركيا، دور المنظمات بتركيا. تقريبا معظم المنظمات النسائية والنسوية أو اللي عندها برامج مع النساء تشتغل بشكل حثيث على مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي. في مسار دائما موجود هو مسار التوعية، توعية المجتمع بكل أشكال العنف وتأثيره على النساء والفتيات، انعكاسات العنف السلبية على الأسرة والمجتمع. حابب يفوت بس بتحدي صغير هون، أو خليني أقول مطب صار هون، أنه كان لسنوات طويلة الشغل عم بيكون فقط مع النساء، وبالتالي شوي بطأ عجلة التغيير أو تخفيف هذا العنف، لأنه بالنهاية العنف يعني حلقة مغلقة لابد من استهداف المجتمع ككل وليس فقط النساء، كون الرجل هو شريك بالعنف الممارس المبني على النوع الاجتماعي. كمان تلعب المنظمات دور كتير مهم من خلال رصد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال التقارير، يعني ذكروا
زميلاتي زين وهيما عن التقارير اللي بيشتغلوها، التقارير اللي عم بتعطي فهم أعمق لتأثيرات العنف القائم على النوع الاجتماعي اللي عم بيواجه النساء والفتيات ضمن مجتمعات. يعني إحنا كعادة يمكن اشتغلنا بتركيا وفي كتير مشغل بمجتمعات سورية، التقارير دائماً هي عم بتكون مرجع للمنظمات لتبني تدخلاتها فيما يخص الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كمان بتركيا عم بيكون في تنسيق وترويج إعلامي لخطوط الاستجابة الأولى للمعنفات وكيف النساء يقدروا يوصلوا لهاي الخطوط. يعني على سبيل المثال التطبيق اللي أطلقته وزارة الداخلية بتركيا بال 2018 وأعادت طرحه بآب 2019 صار كتير بالشق الإعلامي توعي للنساء في حال تعرضوا للعنف كيف فيهم يستخدموا هذا التطبيق للاجئات اللي هو كمان متاح باللغة العربية. كمان كونه أكيد نحن نعرف أن الشق الاقتصادي من أهم أسباب العنف المبني على النوع الاجتماعي ولا سيما العنف المنزلي، فكان في شغل من منظمات المجتمع المدني على هاي النقطة لتخفيف شوي من العنف المنزلي والعنف الآخر من خلال برامج التمكين الاقتصادي ودعم النساء ليكونوا مستقلات اقتصاديا وبالتالي بيكونوا أقل عرضة لهذا العنف. كمان في عدد من منظمات المجتمع المدني فعلت خطوط الاستجابة للحالات الساخنة لكن يعني ليس بالحجم الكافي ضمن تركيا. نحن نعرف بتركيا حتى في انتشار ملحوظ عند الأتراك للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري بشكل خاص، فكمان منظمات سورية فعلت هذا الشيء للسوريين لكن بحاجة لتفعيل أكبر وصول أكبر للنساء المهمشات، خليني أقول أكثر، اللي ما عندهم قدرة على الوصول، ما عندهم وسائل اتصال في حال تعرضوا لعنف. كمان المنظمات بتلعب دور كتير مهم بدعم الناجيات، خليني أقول أكثر التعافي، ولو كان لسه ما شغل بشكل كافي على هذا الشق، كان أكثر الشغل على حماية وقاية. حبيت يعني صنف دور المنظمات ضمن أجندة السلام والنساء والأمن فعليا. دعم المعنفات من خلال برامج أو الناجيات من العنف عفوا من خلال برامج مختصة بالشق النفسي والاجتماعي لتأهيلهم للإدماج بالمجتمعات اللي هن فيها. كمان صار على فيما يخص دعم الناجيات للوصول للمعنيين وتقديم تجارب حول تجاربهم. يعني زميلتي ياسمينة يمكن بال 2019 ماني متذكره اي كان، كانت بمجلس حقوق الانسان وكانت عم تحكي عن تجربتها ونساء اخريات. المنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والنسوية لعبت دور مهم بإيصال النساء للمسار الوطني لإيصال شهاداتهم. في أدوار تانية أخرى حبيت لخصها يعني بالشيء اللي قلته، أكيد في أدوار تانية والمتحدثات الزميلات اللي معنا إذا بيحبوا يضيفوا شيء أكيد كمان مهم. هلأ التحديات كتير كبيرة، التحديات كتير كبيرة ومختلفة. يعني أنا من 2011 تقريبا لنهاية 2017 عم بشتغل بشكل ميداني بإدلب. التحدي الأكبر اللي كان موجود وما زال موجود لليوم اللي هو ما في حماية للمدافعين، ما في أي حماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وبشكل أساسي حقوق النساء وخاصة بالميدان، وبالتالي هنن دائما معرضات للاعتقال، معرضات للقتل، معرضات لمحاربة المجتمع. يعني هذا التحدي خليني أقول هو جوا سوريا وبرا سوريا بأي مكان بيكونوا فيه المدافعين وبشكل أساسي المدافعات. يعني أنا خلال وجودي بسوريا تعرضت لأكثر من خطر أمني فيما يخص ذلك. الوصول للنساء المعنفات كان من أكبر التحديات اللي يعني بتواجهنا بتركيا. كمان كتير واجهتنا موضوع الوصول للنساء وخاصة النساء اللي ما بيمتلكوا وسائل اتصال.
كمان في يعني في هو في في فجوه جندريه بموضوع الموضوع التقني باستخدام التكنولوجيا عند النساء، وبالتالي يعني عدد جيد من النساء ما عندهم ما بيعرفوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى برامج في حال قدروا يستخدموها. خليني اقول غياب وضعف المعرفه لدى النساء باستخدام الانترنت، يعني في كثير شغل عم يصير بالشق الاعلامي، فبيكون الوصول لهم قليل من خلال الاعلام. هلا صعوبة الحديث مع النساء عن العنف الجنسي كونه يعني تحارب النساء في حال حكت هيك، بكثير من الجلسات اللي كنت فيها حتى يعني كانوا المتواجدين كلهم نساء، كان كتير محرج بالنسبة لهم، حتى محرم يحكوا عنه، كان في صعوبة كتير إنه ينحكى فيها، ممكن حتى كمقابلة بشكل خاص كان في صعوبة، لكن كجلسة ينحكى على العنف الجنسي عند النساء كتير كبير. طبعا موضوع استحالة الوصول للرجال أحيانا صعوبة، وأحيانا استحالة فيما يخص التوعية أو التوثيق بشكل أساسي العنف الجنسي بسبب الموروث الاجتماعي السائد. هذا يعني هاي الحالة موجودة تقريبا بمعظم المجتمعات. هلا أكثر، خليني أقول إذا بدي أحكي على الوضع المتردي للنساء بالمخيمات، إنهم صاروا يتعايشوا مع العنف الممارس ضدهم، كون التركيز دائما عم بيكون على الاحتياجات الأولية من لقمة عيش والمسكن إلى آخره. في تجاهل لكافة الآثار الناجمة على العنف لدرجة التطبيع معه. لكن خليني أقول فترة كورونا صار انفجار، يعني كان في أكثر من حالة، في امرأة انتحرت، في امرأة حرقت حالها بالخيمة بمخيمات قطمي، صار انفجار لهذا العنف، لأن فعليا التجاهل ليس حل. هلا في يعني في تحديات كثير كبيره بتواجهنا بالعمل كنساء، يعني كمدافعات اكثر دائما. يعني بتذكر بال 2019 كنت مشاركه باصدار تقرير عن اثار الحرب على النساء، اثار الحرب على النساء بعد يعني بعد 2011. كميه التعليقات السيئة وتشويه السمعة اللي وصلني كمساهمة بهذا البحث مو طبيعي، يعني اللي طالني وطال طال عائلتي، لدرجة إنه يعني وصلني تهديد من أهلي إنه لازم توقفي شغل أو إنه نقطع التواصل معك، إنه عم بتجيب لنا وجع راس. فهاي بشكل أساسي التحديات بشكل شخصي اللي أنا واجهتها خلال عملي خلال الفترة الماضية. شكرا. شكرا ولا وعلى التحديات هذه الصعبة. سأنتقل الآن إلى ياسمينة. كان العديد من اللاجئين ضحايا أو شهودا على حوادث تتعلق بالعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، وكان العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي وكان ولا يزال واسع الانتشار في سياق الحرب في سوريا، كما ذكرت باستمرار وكالات الأمم المتحدة ومنظمة المجتمع المدني. بصفتك عضوة في لجنة المعتقلين في مكتب جنيف، ما هي التحديات التي تواجه المعتقلات السابقات أو أقارب المعتقلين أو المختفين قسريا؟ تفضلي. شكرا جزيلا. أنا ما رح كرر يلي تحدثت عنه صديقتي ولاء، لأنه طرقت لكثير أمور أنا كنت رح بحكي فيها. رح أعطي مضمون التحديات يلي بتواجهنا سواء كناجيات أو كعمل مع الناجيات ومع ذوي الناجين والناجيات أو المعتقلين والمعتقلات. هلأ بالنسبة للناجيات، التحدي الأكبر هو موضوع الوصمة،
موضوع الوصمة بالنسبة للمعتقلات هو كارثة كبرى، واللي سببه شقين. الشق الأول هو العادات والتقاليد المجتمعية البالية التي يعني تعتبر أي معتقلة هي شخص معرض للانتهاك أو انتهك فعلا. الشق الثاني من الوصمة هو موضوع التهويل الإعلامي المغلوط الذي كان في السنوات السابقة، والذي كان يعني يهول قضية الاغتصاب لكسب التعاطف، ولكنه أضر بالناجيات بعد خروجهن. حقيقة موضوع الوصمة حد كتير من تمكين الناجيات أو حتى التعامل مع الناجيات، سواء لدعمهم أو للتوثيق معهم. هذا خلاهم ينطوا على ذاتهم ويجلسوا بمنزلهم بدون أي عمل، بدون أي تمكين، بدون أي تواصل، فقط إما تبقى ببيتها أو تهرب خوف من المجتمع. في كثير سيدات ناجيات هربن من عائلاتهن بسبب الوصمة. الأهل ما بدهم هاي السيدة أو هاي الصبية أن تبقى معهم وتسبب لهم العار حسب المعتقدات وحسب العادات والتقاليد. أيضاً نقطة كتير مهمة، موضوع عدم مقدرة الناجيات على الاندماج بعد الخروج من المعتقل، لأنه هن لا يجدن الدعم النفسي والمعنوي وحتى المادي الذي يساعدهن على التكيف مع المجتمع، على الاستمرار مع المجتمع. حقيقة بعد خروجي من المعتقل لم أجد أي منظمة جادة أو بادرت بموضوع الدعم النفسي لي وللناجيات اللواتي كنا معي في تلك الفترة عام 2014. حقيقة يعني موضوع الدعم العائلي كان أقوى بالنسبة لي، وهو اللي ساعدني إني أتمكن وكون اليوم عم بحكي معكم، وأكون بعام 2019 مثل ما حكيت صديقتي ولاء بمجلس الأمن عم بحكي عن الناجيات وما تعرضت له الناجيات من عنف. أيضا نقطة كتير مهمة حكت عنها ولا بدي أكد عليها وبدي أستفيد فيها، هو موضوع عدم الوصول إلى الناجيات. عنا منطقتين كتير صعب التعامل مع الناجيات فيهم. المنطقة الأولى هي مناطق النظام التي يسيطر عليها النظام السوري، صعب الوصول إلى الناجية لدعمها أو تمكينها أو للتوثيق معها أو لدمجها بالمجتمع مرة أخرى إذا كانت عم تتعرض للعنف المجتمعي أو موضوع الوصمة. أما هذا الموضوع بيعرضها لعنف من أهلها، عنف من مجتمعه، وقد يعرض للاعتقال مرة ثانية في مناطق النظام. الشق الآخر من الناجيات هن الموجودات بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام. أيضا المجتمع هناك هو أقسى على المعتقلة أو على الناجية، هو أقسى بكثير من باقي المجتمعات. أيضا موضوع الوصمة التي تلاحقهم، أيضا موضوع التعامل معهم. حقيقة مناطق ليست بكثيرة داخل الأماكن التي خارج سيطرة النظام نستطيع الوصول إلى الناجيات من خلالها. الكثير من الناجيات وأغلبهن من هربنا من مجتمعاتهن في الداخل السوري في مناطق النظام، هربنا من عائلاتهن ومجتمعهن ليستقرن في مناطق بعيداً عن عائلاتهن، ولكن أيضاً تعرضنا لتعذيب قد يكون نفسي أو مجتمعي عرضهن للكثير من المضايقات. نقطة كتير مهمة حابة أتطرق لها هي موضوع زوجات المعتقلين. يعني كتير أنا بالفترة الحالية عم بتعامل مع ذوي المعتقلين تحديداً الزوجات. حقيقة لم يتطرق لهذا الموضوع إلا قليل بالنسبة للنشطات الحقوقيات والحقوقيات بالعموم، موضوع الزوجات المعتقلين والمفقودين. بعد ما أصبحنا بدون زوج هون أيضا يتعرضنا لموضوع وصمة، أنه هذه السيدة هي بدون زوج، بدون رقيب إلى آخره، ويمارس عليهن نوع آخر من العنف، وهو عنف يعني جدا خطير. عندما يغيب الزوج تجبر الزوجة على الزواج من شقيق زوجها حفاظا على الأولاد.
حقيقة هو كارثة إنسانية، لأنه بعض المختفين قسرا وبعض المفقودين والمعتقلين عندما عادوا من الاعتقال أو من حالة الفقد أيضا تعرضوا لصدمة نفسية نتيجة زواج الزوجة بشقيقهم. هي حالة جدا منتشرة بالمجتمع السوري، ولكن يعتم على هذا الموضوع حفاظا على ما يسمى ما تبقى من العائلة في غياب الزوج. رح أحكي على موضوع أيضا يواجه إشكاليات بالنسبة لحضانة الزوجات تحديدا في تركيا، موضوع مشاكل قانونية تتعلق بالأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية. في غياب الوصول إلى الأوراق الرسمية نتيجة ظروف الحرب تضطر النساء لاستخراج أوراق في تركيا، فيطالب الموظف الحكومي الزوجة بورقة، خاصة بحالات تثبيت النفوس يطالب بورقة تخص موافقة الزوج، فيكون جواب الزوجة الزوج مفقود. ماذا يعني مفقود؟ لا يعرف الموظف التركي مثلا ما يعني مفقود أو ما يعني معتقل. عندما تقول أنه معتقل يقول لها دعي المحامي يجلب وكالة من هذا المعتقل. هم لا يعلمون ظروف الاعتقال والفقد في سوريا، وأيضا هي معاناة كبيرة جدا بالنسبة لزوجات المعتقلين في سوريا. النقطة الأخيرة التي أيضا تعرضت لها بشكل مبسط صديقتي ولاء، موضوع التنمر الذي نتعرض له حينما نتحدث عن موضوع العنف الجنسي تحديدا. نتعرض لحالات تنمر كبيرة. لقد عملت على أكثر من تقرير يعني يتناول موضوع العنف الجنسي، الاغتصاب، الانتهاكات الجنسية أو ما ينضوي تحت إطار الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها المعتقلات تحديدا. وهنا في كل تقرير، في كل فيديو نقوم بنشره كمنظمة على السوشيال ميديا، نتعرض لكم هائل من التنمر حتى في موضوع الاجتماعات التي نتحدث فيها عن موضوع العنف الجنسي. هنالك بعض الأشخاص الذين يقومون بالسب والشتم، لا يريدون التطرق لهذا الموضوع ولا يريدون علاجه. وفي الشق الثاني من الجلسة قد أتناول بعض المقترحات من منظمات المجتمع المدني لدعم هذا الملف. شكرا جزيلا. شكرا لك يا ياسمين، شكرا. أنتقل إلى منى. منى، one of the critical elements. ست منى، أحد العناصر الحاسمة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان العدالة والمساءلة للضحايا هو وجود آليات قانونية وقضائية وتقارير فعالة. وقد ذكرت أنك عملت مع في حملات العدالة. كيف تعمل منظمات المجتمع المدني النسائية لتقليل وإزالة الحواجز أمام العدالة التي تواجه الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟ شكرا على سؤالك. وأيضا لقد تحدثت قليلا عن هذا، ويسرني أن أتعمق في هذا لنشرح كيف بدأ الموضوع. المنظمات التي ذكرتها، النساء الآن من أجل التنمية، بدأ الدولتي، وأيضا شبكة الصحفيات السوريات التي اجتمعت معهم قبل أشهر من رفع الدعوة الجنائية الأولى التي تم وضعها في ألمانيا. وأيضا كانت حسب القضاء العالمي، تعرفون هناك محكمة دولية وهذه، ولكن لها هناك بعض المحاكم الوطنية والمحلية بسبب غياب محكمة دولية حول سوريا، ولهذا بسبب مهمتها القضائية. إذن قبل رفع هذه القضية تجمعت المنظمات وعرفنا أنه سيكون هناك مشاكل لكل الناجيات على مستويات مختلفة. لأي ناجي
من هذا هناك مشكلة أن يتمكنوا من التقدم وأيضا للتحدث عن العدالة بشكل مفتوح، وهذا طبعا يأتي المشاكل من المجتمع. إذن الحملة كانت تهدف إلى العمل من أجل التخفيف ومحاربة الوصمة من خلال نشر الوعي، وأيضا أن يكون لدينا مثلا يعني تجمعات قوية حول هذه، وأيضا ليكون هناك مساءلة قانونية لكل الجرائم بما فيها الجرائم العنف الجنسي والمبنية على النوع الاجتماعي، وأيضا لهذا أن يكون هناك تحليلا للعنف للنوع الاجتماعي لكل الجرائم، لأن الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي تحدث في كل مكان بكل جرائم ليس فقط في العنف الجنسي والجنساني، ومن الضروري أن يكون هذا التحليل النوع الاجتماعي لكل نواحيه كما ذكرت زميلتي ياسمينة. وعندما يتعلق الأمر بأيضا الاعتقال القسري، هناك أيضا ديناميكيات جنسانية، ولهذا يجب أن نجمعها، وهنا يجب أن نقوم بالتحليل منذ بداية العملية. وفي بداية العملية نعني مثلا منذ عندما تأتي المرأة مثلا للحديث إلى ضابط الشرطة، إذا ضابط الشرطة إذا لم يكن لديه فكرة عن النوع الاجتماعي يجب أن يكون هناك ضابطة امرأة، وإذا هناك للحديث مع الضحايا، هناك نوع بالضحايا وهناك بالناحية القضائية، وهناك ثم هناك التحقيق القضائي. وهذا مهم جدا أن كل هذا الأفراد في كل العملية أن يكون لديهم هذه الخبرة حتى يتمكنوا من فهم بعض النواحي المبنية على النوع الاجتماعي. وأيضا نحن كان لدينا دعما وأيضا خدمات بمتخصص، ونحن نعرف أن عملية المحاكمة هي صعبة وطويلة على الناجي أن يمر من خلال، أو الناجي يجب أن يستعيد ذكرياتهم وأيضا يتحدث على الأحداث. من الضروري أن يكون لديهم دعم نفسي واجتماعي، وأن يكون هؤلاء المتخصصين والخدمات من أجل حماية هؤلاء الضحايا. نحن نعرف أنهم ممكن أن يمروا على تهديدات من أطراف مختلفة، إضافة نحن نطلب أيضا بنشر الوعي للمجتمع وحشد المجتمع أيضا من أجل منع التمييز، وأيضا نشر الوعي عبر المجتمع كيف يتم التمييز ضد هؤلاء الضحايا. وأيضا عندما يخرجوا من الاعتقال أحدهم كان هناك خاصة عندما يتحدثوا عن الاغتصاب، وهذه وصمة للكثير من الناجيات وأيضا مرتبطين بهذا، وأيضا هي قضية مشكلة على مستوى مختلف. أيضا العنف الجنسي يحصل على بشكل مختلف، ليس فقط الاغتصاب ولكن أشكال مختلفة، ولهذا إذن الحديث عن الاغتصاب هذا يشكل مشاكل كثيرة للناجين أيضا للأشكال المختلفة من الجرائم. وكما ذكرناه قبل عدة أسابيع كان هناك في المحكمة الوطنية العليا في كوبلن كان يعني اعترفوا بأن يعني جرائم الاغتصاب وجرائم الجنسية جرائم حرب، وأيضا هذا مهم جدا لأنه ويسلط الضوء كيف أن هذه الجرائم تتجاوز الخطأ الفردي ولكن تؤثر على المجتمع بشكل عام. و هناك لعائلات سورية داخل سوريا يضطروا إلى مغادرة المنطقة التي تعيش فيها أيضا بسبب المشاكل التي تواجهها. إذن هذه الجريمة تؤثر أبعد من الفرد أو الناجي أو الناجية، تؤثر على العائلة وعلى المجتمع بشكل عام، وهذه خطوة مهمة. شكرا منى على هذا. أود الآن أن أسأل هيمة أيضا
بالمزيد من المعلومات كما ذكرت في مداخلتك الأولى، الوصول إلى المعلومات عنصر حاسم لمجتمعات اللاجئين، ويمكن أن يسهل الاندماج في البلد المضيف ويكسر الشعور بالعزلة وتمكين المرأة. وأنت كما ذكرت وأنكم أنت منسقة لمشروع المرأة والأمن والسلام، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام وحملات الإعلامية في مكافحة العنف الجنسي والجنساني ودعم منظمات المجتمع المدني النسائية؟ شكرا حسين على السؤال. أولا أود أن أبدأ بالجزء الأول عن مجتمع اللاجئين. أود أن أحد أميز بين الدول الأوروبية واللاجئين في أوروبا، لأنه الدول الشرق الأوسط تختلف مثل لبنان والأردن، العمل أسهل بسبب يعني اللغة، توحيد اللغة نفس اللغة. ولكن مثلا في تركيا أنا أعرف أنه هناك الكثير من منظمات ومؤسسات حكومية لديهم مثلا ملاجئ للنساء الضحايا أو الناجيات، ولكن مجتمعات اللاجئين الذين لا يتحدثوا اللغة التركية قد لا يصلوا إلى هذه المعلومات، حتى أن هناك الكثير من المبادرات التي تقدم هذه المعلومات. ولكن أود أن أذكر العامل المرتبط بالوصول والربط بالنت، وأيضا يكون لديهم جهاز هاتف نقال، وأيضا الإبحار خلال الإنترنت، وأيضا للوصول إلى المعلومات. عندما نتحدث بالوصول إلى المعلومات والمعرفة في حالات في أوروبا، أيضا عائق اللغة أيضا مهم. والموضوع الآخر بسبب الفهم العام بأن هذه الدول لديهم القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف أو العنف المنزلي، هناك غياب بمبادرات المجتمع المدني، وأيضا وسائل الإعلام التي لا تتحدث اللغة العربية والتقارير بالعربي في الوصول إلى المعلومات وإعطاء المعلومات للمجتمعات اللاجئين. أود أن أقول أنه مهم جدا للربط يعني وسائل الإعلام المتحدثة باللغة العربية مع مبادرات المجتمع المدني والمبادرات الحكومية في تلك الدول في أوروبا، حتى من أجل خلق نوع من العمل التعاوني والتشارك من أجل تقديم المعرفة والمعلومات للنساء السوريات واللاجئات والممارسات الأخرى في أوروبا. أن إعادة يعني إنتاج الوصمة عندما نتحدث عن التي ذكرتها في السابق، مثلا في هذه المجتمعات يجب أن نكون حذرين جدا عندما نرفع التقارير، أنه ليس لنخلق نوعا آخر بالتمييز ضد الرجال المسلمين العرب، وهذا يخلق تمييز كعنف كالرجال يعني العنيفين أو المجتمعات العنيفة، وهذا يخلق عبئا علينا أيضا في التقارير عن هذه الأحداث من أجل هذا يعني عدم وضع هذه الوصمة ضد الرجال في مجتمعاتهم. إذن من الضروري أن نفهم أيضا أن الإعلام له دور حيوي في محاربة الوصمة، ودور مهم في خلق أنواع أخرى من الوصمات أيضا. إذن وسائل الإعلام يجب أن تعي هذا. الشيء الآخر الذي يمكن لوسائل الإعلام أن تلعبه في تقاريرها أن تستخدم أحدا صورا عامة أو مثلا وصفة عامة أو لغة معينة. هذا شيء سلبي التي تستخدمه هذه وسائل الإعلام في الحديث عن هذه الأحداث، وأيضا إما عن قصد أو عن غير قصد، يعني المعلومات التي تحدد الضحايا أو المرتكبي جرائم.
وهذا مهم جدا أن على وسائل الإعلام أن تتفادى هذه الطرق من أجل تحديد المعلومات التي قد تخرق خصوصية وأمن النساء والضحايا أو الناجيات. أيضا موضوع آخر مهم وأن نستخدم اللغة المحددة عندما نتحدث عن العنف المبني على النوع الاجتماعي وتسمية الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، أخذين بعين الاعتبار أن هؤلاء الأشخاص أيضا لهم الحق للدفاع عن أنفسهم، وأيضا وأن نكون نصدر أحكاما مسبقة عليهم. النواحي أيضا كلمة الضحايا يعني تستخدم بوسائل الإعلام والمنظمات وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا وأيضا وسائل الإعلام الرسمي، وصف المرأة فقط كضحية أو بطلة، هذا مسيء أيضا، وهذا يخلق الكثير من الصورة النمطية حول هذا. أحد القضايا الهامة أيضا التي قمنا به في الحملة أن الفريق قدموا أيضا معلومات وفرصا للنساء الخبيرات والعاملات في هذا المجال للحديث حول هذا الموضوع، ليس فقط عن الضحايا أو كضحايا، تحدثنا عن قصصهن كضحايا أو محاولة أن نخلق مثلا تعاطف معهن، ولكن كخبيرات وكخبراء حول الموضوع، النواحي المختلفة للعنف. ومهم جدا أيضا لوسائل الإعلام لتفادي الحديث عن العنف، وليس فقط عندما يحدث العنف أو عنف جسدي، ومن الضروري أن نتحدث، وهناك العنف الاقتصادي وأيضا هناك الأسباب هذا العنف بما في ذلك يعني النواحي المختلفة والسلطات وأيضا المؤسسات الحكومية وأيضا المجموعات المسلحة والثقافة وأيضا المؤسسات والأسباب العميقة للعنف المبني على النوع الاجتماعي. والنقطة الأخيرة التي أود أن أذكرها هي للعاملين في الإعلام والصحفيين أيضا وفي وسائل الإعلام حول القضايا المبنية على النوع الاجتماعي، وأيضا للقيام بمقابلات أخلاقية والالتزام بالأخلاقيات واستخدام لغات محددة، وهذا مهم جدا أخذين بعين الاعتبار أن عدد كبير من الناس والصحفيين داخل سوريا هم مواطنين صحفيين والذين قد لا يكون لديهم الفرص لدراسة الإعلام بشكل مهني في مؤسسات إعلامية. إذن تقديم المعرفة للفرق العمل وتدريبهم حول هذه القضايا هذا مهم جدا، وأيضا التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى مهم جدا أيضا لتقديم المحتوى، وخاصة أن هذه المنظمات هي التي تعمل في الميدان ولديهم وصول إلى الكثير من المجتمعات والعائلات والمخيمات، ويمكن أن يساعدوا وسائل الإعلام والصحفيين لربطهم بالأشخاص المناسبين ومساعدتهم في تقديم المعرفة والمساعدة. وأعتقد أنني غطيت مواضيع كثيرة، طبعا موضوع واسع، ولكن أود أن أذكر أن في برنامجنا نعمل شبكة الصحفيات السوريات، ولدينا برنامج نقدم تقريرا حول التمييز ضد المرأة في الإعلام، وأيضا فيما يتعلق هو موضوع نقطة التحول، وأيضا فيما يتعلق بالأمن وبرنامج الأمن والسلامة والسلم، وأيضا خاصة بعد الجائحة في الكثير من المناطق، وأيضا كانوا يركزوا على التحديات
ومدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيات في المنطقة. إذن مهم جدا لتقديم المعرفة والمحتوى لهذا. شكرا شكرا هيما، وأنا أتفق معك، وأنا دائما أعتقد بأن الإعلام هي الأداة المناسبة إذا استخدمت بشكل صحيح مع الضحايا، مع مدافعين عن حقوق الإنسان ومع كل الناس. هناك طريق طويلة لنسير فيها لمنظمات المجتمع المدني السورية. إذن هل رئيستنا المشاركة موجودة؟ سأعطيك الكلام ناتالي. أنا أعرف أن لديك التزامات أخرى، ولكن أرجو أن يكون لديك بعض الوقت ناتالي. ميكروفونك ناتالي، افتح الميكروفون. نعم 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 الآن. شكرا جزيلا على إعطائي هذا الكلام، وشكرا جزيلا إلى المتحدثات والمتحدثين وكل ما ذكروه لنا. ونحن يجب أن نقول أن النساء والفتيات عندما يكون هناك نزاع صحنا بوضع سيء، وعندما تبدأ النزاعات في التدمير وأيضا والدمار والنزوح، فإنهن تصبحن أهدافا طبيعية لمزيد من عدم التمكين، حيث تكافح الأسر والجماعات والمجتمعات بما في ذلك المجتمعات المشكلة حديثا في يعني في البيئات القصرية مثل مجتمعات اللاجئين من أجل السيطرة على حقائهم. قد لا يحدث هذا بسبب سوء النية، ولكنه يعتمد أحيانا على استراتيجيات البقاء التي تهدف إلى حماية النساء والفتيات من حرمانهن من السيطرة وانتهاك حقوقهن الإنسانية. أحدى المتحدثات ذكرت الزواج القصري الذي يهدف إلى حمايتهم، ولكنه في النهاية هو انتهاك لحقوقهن. مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، لا يزال الوضع في سوريا والمنطقة حرجا للغاية. فالحالة الإنسانية الرهيبة مع نزوح ملايين السوريين داخليا أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة لسوريا تتفاقم الآن بسبب عواقب جائحة كورونا. أدى الوباء إلى تفاقم المخاطر الصحية بما في ذلك عدم كفاية الرعاية الصحية والجنسية والإنجابية. وأيضا أحد المتحدثات تحدثت عن فشل الرعاية الطبية والرعاية الصحية، وأيضا وهي الأساسيات للرعاية الصحية. تأثرت مجتمعات اللاجئين السوريين كما سمعنا بشكل خاص، تأثرت بانتشار الفيروس مع تداعيات أكثر خطورة على النساء والفتيات، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقا والتمييز الاجتماعي والثقافي، وتعزيز آلية التعامل السلبي داخل العائلات والمجتمعات، والبيئة الفوضوية التي يجبر اللاجئون على العيش فيها وظروفهم غير المستقرة، وأيضا من حيث الأمن النفسي والجسدي تؤدي إلى الحاجة إلى البحث عن يقين في الأدوار التقليدية والعودة إلى هياكل السلطة الأبوية الذكورية للأسرة، مما يؤدي يعني في الواقع قد نرى آليات المواجهة الضارة والتي في الواقع تشكل اضطهادا مجتمعيا للنساء والفتيات. إذن لمتابعة النقاشات أود أن نطرح سؤالا إلى ياسمين بنشي، السؤال التالي:
أي يواجه الناجون من العنف المبني على الجنس عددا هائلا من التحديات، ليس فقط الجسمات الصدمات الجسدية والنفسية، ولكن في كثير من الأحيان أيضا الرفض من قبل عائلاتهن ومجتمعاتهن. بعد أن خضعنا للعنف الجنسي والجنساني، إذن هناك صدمة جديدة، صدمة تتوسع حولهن، والشعور بأن هذه الصدمة لا تنتهي وأن هذه الانتهاكات لا تنتهي. إذن ودوركم ما هو؟ بأخذنا بالاعتبار دورك في المجتمع وفي المجال، ما هو دور المجتمع المدني للمرأة في مكافحة وصمة العار المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وما يمكن لهذه المنظمات مثل منظمتك من أجل تفضيل إعادة اندماج الناجيات في مجتمعاتهن؟ في بعض الدول مثلا العنف المبني على النوع الاجتماعي العمل هو يتم بالشراكة مع الأطراف أخرى، ولكن للعمل مع الآخرين يجب أن نبني ثقة ذاتية والوعي الذاتي، ولكن هذا صعب، وهذا شيء ممكن أن نتحدث عنه فيما بعد، أو يعني لك أن تحدثين عن تجربتك ما الذي يمكن أن نقوم به. شكرا جزيلا. هلا بالنسبة لدور المجتمع المدني، بداية هو موضوع التوعية المجتمعية لكافة الفئات، ليس فقط للنساء. النساء تعلمن تماما ما لها وما عليها، ولكن التوعية لكافة فئات المجتمع بنبذ العادات والتقاليد البالية التي تعزز موضوع الوصمة. وأنا بأيد زميلتي هيما بموضوع الادفوكاسي، موضوع المناصرة من خلال السوشيال ميديا ضمن سياسات تدعم النساء المعنفات أو الناجيات. أيضا أؤكد على موضوع دعم الناجيات وتمكينهن، التأكيد على التمكين، لأن التمكين يحد من موضوع الوصمة عندما تصبح الناجية متمكنة، فهي تستطيع حماية نفسها والدفاع عن نفسها وعن حقوقها دون الوقوع في صدمات نفسية قد تعرضها للانتحار، أو قد تعرضها لخلل في سلوكها، أو حتى انطوائها وانعزالها في المنزل. حقيقة عملت على تقرير يتحدث عن مراحل دعم الناجيات، قسمته لثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة العاجلة، يلي هي بتكون من خلال الدعم الطبي والنفسي والمادي أو اللوجستي بشكل مباشر بعد خروجها بشكل مباشر. أما المرحلة الثانية وهي بنسميها المرحلة القريبة المدى، بتكون من خلال تمكين الناجيات من العنف اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، وأؤكد على نفسياً لأنه هي المرحلة الأهم. في حال تجاوزت الناجية موضوع الصدمة النفسية فهي مؤهلة لأن تتمكن اقتصادياً اجتماعياً وقانونياً. أيضاً موضوع دعم الناجيات من العنف لمتابعة الدراسة في دول اللجوء مثلاً والحصول على الأوراق الرسمية التي فقدناها. أيضاً إدماجهن في المجتمع خاصة بدول الجوار مثل تركيا البلد اللي أنا موجودة فيها، لما بتجي الناجية من الاعتقال، لما بتوصل الناجية فهي عندها هو كتير كبيرة، سواء باللغة سواء بالتكنولوجيا، بالأمور اللي موجودة بالبلد المضيف، فهي بحاجة لإدماجها بالمجتمع من قبل المنظمات من خلال دعمها بموضوع اللغة والتكنولوجيا إلى آخره.
أيضا ذكرت زميلتي منى موضوع المتابعة القانونية، نقطة كثير مهمة وبأكد عليها، والاستمرارية في رفع الدعاوي. التوثيق، توثيق كافة الانتهاكات، والانتهاكات ليست فقط الاغتصاب، هنالك عدة أمور تنضوي تحت بند الانتهاك الجنسي. أؤكد على توثيق كافة الانتهاكات. والنقطة ما قبل الأخيرة، دعم المنظمات النسائية أو ذات القيادة النسائية، لأن النساء هن أعلم بالنساء الناجيات من العنف والأقرب لهن في موضوع التوثيق، التمكين، التواصل، هو أسهل وأفضل بالنسبة للنساء. أخيراً بدي أتشكر القائمين على هذه الجلسة، شكراً لمنظمة لا سلام بدون عدالة، شكراً لجميع الحاضرين، وبتمنى يكون في لقاءات دورية مثل هذا اللقاء، وشكراً جزيلاً لكم. Thank you very much. شكراً جزيلاً ياسمينة، وفعلاً ومن مهم جدا أنك ركزت على التوثيق لجمع الأدلة، جمع الأدلة نعم، وتحويل الذهنية وعقلية كل شخص، ليس فقط للنساء أو الضحايا أو عائلاتهن، ولكن أيضا الرجال والمجتمع. والآن لدي سؤال إلى ولاء. هناك كان مؤتمر يبدأ اليوم، ولدينا إعلان في الصحافة من جوزيب بوريل، وهو رئيس الدبلوماسية، رئيس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو يرأس المؤتمر بالشراكة، الرئيس مشارك لمؤتمر بروكسل مع مارك لودوك، وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. وكلماته كانت أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يستمر في متابعة الدراما المأساة الإنسانية في سوريا، وأيضا يجب أن لا ننسى المأساة السورية. كيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز دور منظمات حقوق المرأة في دعم الناجيات من العنف المبني على الجنس؟ ما هي توصياتك من خلال تجربتك وكل اتصالاتك مع الضحايا في الميدان؟ تمام، شكرا على السؤال. قبل ما جاوب عليه بس حابب يضيف نقطة واحدة على اللي ذكرتهم الزميلة ياسمينة. بشكل عام بالسياقات السورية بنعرف قد ايه في ثقل عائلي، وبالتالي العائلة هي المؤثر الأساسي على يعني على الأبناء، بشكل أساسي على النساء. فكتير مهم وقت اللي بيصير شغل مع الناجي أو الناجي من الاعتقال أو حتى المعنفة، يكون في شغل مع العائلة. يعني وقت العائلة هي بتقتنع أنه ما في وصمة عار، بنتي بطلي، بنتي اللي خرجت من المعتقل هي بطلي مثل أي شاب خرج من المعتقل. فحيكون يعني ياسمينة حكت تجربتها أنه كان في دعم عائلة، وبالتالي هي كانت يعني سهل علي الاندماج. فالعمل مع يعني مع ذوي وذوات المعتقلين بشكل أساسي مهم كتير، وبيخطي كتير من التحديات. هلا فيما يخص التوصيات، ركزت من خلال المداخلة السابقة انه في كثير من اشكال العنف ظهرت، ويعني زادت وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترة النزاعات بسوريا، سواء بالمعتقلات سواء الظروف اللي ساهمت بظهور هاي الاشكال. ف بالنسبة للسوريين والسوريات أكيد ما في خلاص بدون عملية سياسية شاملة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 ومشاركة أكبر للنساء
بالعملية السياسية وبعمليات بناء السلام، كمان مضاعفة الجهود من كافة الأطراف المعنية لمزيد من الإجراءات لضمان حقوق متساوية للنساء السوريات، برسم مستقبل سوريا من خلال تمثيل ومشاركة حقيقية فاعلة لكافة مكونات في جميع المنصات السورية. مهم كتير التركيز، نعرف نحن السنة الماضية كان ذكرى 20 لأجندة السلام والنساء والأمن 13-25، فكتير مهم التركيز على دعم البرامج القائمة على 13-25 واللي بتركز على وضع آليات حقيقية لتطبيق القرار ودعم كافة الأطراف لتبني قضايا النساء وجندرة الخطابات، دائما الخطابات المجتمعية ولا سيما بالإعلام. كمان يعني في كتير من التوصيات موضوع دعم، يعني حكت الزميلة هيما عن أهمية التوثيق أو توثيق العلاقات بين المنظمات، سواء المنظمات الإعلامية أو المنظمات النسوية أو المنظمات اللي بتشتغل توثيق. فمن المهم جدا حتى نضمن، يا جماعة بس شوي بعد إذنكم، من المهم جدا دعم مؤتمرات ولقاءات دورية بين منظمات المجتمع المدني السوري لضمان هاي التبادل الخبرات بين المنظمات النسائية والنسوية. كمان موضوع نعرف نحن، ولو أنه ممكن الزميلات يعارضوني بموضوع أنه السلطة الأمومية هي شيء بنمط النساء، لكن حتى نكون أكثر عم نستثمر هاي السلطة فيما يخص السلم المحلي وبناء السلام، فكتير مهم دعم المشاريع بناء السلام اللي عم تكون بقيادة النساء وقيادة الفئة الشابة من النساء من الشباب والنساء، لأهميتها بشكل أساسي على المستوى المحلي، بناء نواة للسلم المحلي اللي عم يساهم بعملية بناء السلام بسوريا. كمان التركيز على تقييم الاحتياجات الدوري اللي عم تقوم فيه منظمات المجتمع المدني على أن يكون حساس للنوع الاجتماعي شيء كتير مهم. تقييم الاحتياجات بحاجة لتحديث دوري، فعلياً كل يوم الاحتياجات عم تتغير. كمان ممكن حتى تكون يعني عجلة التغيير أسرع، تضمين بعض الشروط لإلزام يعني من المانحين لإلزام المنظمات السورية على تطبيق السياسات الداخلية، خصوصاً السياسات المتعلقة بالنساء. بركز وبشد على الصبايا اللي حكوا على موضوع الإعلام، كتير مهم دعم البرامج الإعلامية اللي عم تكون اللي عم تتضمن منظور النساء وعم بتركز على الناجيات من العنف وعلى تجاربهم. كمان عمليات التوثيق كتير مهم، الاستمرار بدعم عمليات التوثيق على أن تكون كمان حساسية للنوع الاجتماعي، خاصة الانتهاكات ضد النساء والخاصة بالعنف الجنسي، ودعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة مع الناجيات من العنف القائم على الجنس والعنف الجنسي. ممكن هون كون عم بذكر مثال قديش حساس الموضوع، انه الكادر وقت ما بيكون مدرب ممكن بيكون الشخص يعني بيكون حدا عم يدعم ناجي فهو بيتسبب له بعنف جديد. حتى في موضوع التوثيق كتير مهم دعم الكوادر تقنيا وفنيا حتى يكونوا ممكنين من العمل مع الناجيات او أو المعنفات. التركيز على دعم الدراسات البحثية المختصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، واللي فعلياً عم ترسم الخطط الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لسوريا وللنساء بسوريا. كمان دعم برامج المشاورات المجتمعية الشاملة، ونحن دائماً بقول ما في امرأة سورية، هناك نساء سوريات مختلفات بالتوجهات بالاحتياجات، فكتير مهم دعم البرامج فيما يخص المشاورات المجتمعية الشاملة. يعني كتير مهم
استمرار الدعم وتكثيف الدعم لسد الحاجة لمنظمات المجتمع المدني اللي عم تشتغل بشكل أساسي مع نساء وعم تركز على نساء لضمان مشاركة فعالي أكثر للنساء بسوريا وتخفيف وتيرة العنف. ما رح أقول يعني إلغاء أشكال عنف ضد النساء لأن يمكن هذا شيء بده وقت كتير طويل وممكن يكون مستحيل، فأكثر تخفيف هاي الأشكال من خلال التطبيق أو يعني الشيء اللي حكيته أنه جزء منه يكون عم بينشغل خلال الفترة السابقة. فعلياً هاي التوصيات لبالي، وشكراً كتير لكل القائمين على الجلسة وللضيوف وللمتحدثات، وإن شاء الله نوصل لوقت ما يكون في عنف ضد أي شخص بسوريا وما يكون حتى في شيء اسمه عنف قائم على الجنس. شكراً. Thank you very much for those inputs. Very, very. شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه الملاحظات. حسين. شكرا. بما أننا تجاوزنا الوقت أود أن كنت أود أن أكمل، ولكن أن أسأل هيمة ومنى إذا لديكن كلمة قصيرة صغيرة في الوقت المتبقي. هيمة. شكرا حسين. يعني وأيضا في مداخلتي السابقة قدمت بعض التوصيات، ولكن أود أن أقول من الضروري ليس فقط للعاملين في الإعلام ولكن للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن يكون لديها مثلا مكتب إعلامي للحديث عن العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأيضا أن يكون لديهم لغة مبنية على هذا، وأيضا في تقارير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ولمعلوماتها. وهذا أيضا مهم جدا لملاحظة هذه القضية وهذه الظاهرة بسياقها الواسع، وعند الحديث عن حالات مختلفة للعنف المنزلي والعائلي أو المبني على النوع الاجتماعي، وأيضا ليس فقط لقصة واحدة ولكن لنتحدث عن المشكلة الأوسع للمشكلة، وليس فقط أن نتحدث عن قصة واحدة أو حالة واحدة لا، ولكن هذا في كل لنتحدث عن المشكلة بشكل أوسع والمتابعة مع المؤسسات لتقديم معلومات بالوقت المناسب، وأيضا الوصول إلى المعلومات. وأقول عندما نتحدث عن العنف، حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، لتقديم معلومات مرتبطة بالخطوط الساخنة والاتصال مع الخبراء والمنظمات التي يمكن أن تقدم مساعدة في الخطوط الساخنة للناجين، وأيضا أن نخلق فضاء والمعلومات للنساء للتحدث وللحديث عن قصصهن بلغتهن وبكلماتهن ومساعدتهن على التعريف بأنفسهن، بأن يكون يشعرن بأريحية عند الحديث، واستخدام المصطلحات اللواتي تفضلها للحديث بالطريقة التي ترغب بها. وأيضا هناك أشكال مختلفة للعنف ضد المرأة، وليس فقط أن نركز على العنف الجنسي أو العنف الجسدي، هناك مشاكل منظمة، وهناك إذن بالتعامل مع وسائل الإعلام أيضا وأيضا لبعضهم لديهم بعض المحددات وبعض الأنظمة والحكومات التي والسلطات التي تفرض عليهم قيود في التقارير، وإذا قد يواجه مخاطر ضد حياتهم وأيضا أو وصمة أو تمييز ضدهم. وأخيرا تعزيز خطوط SOS خطوط ساخنة للنجدة وأيضا لمنظمات النسوية، وأيضا لإظهار صورة إيجابية، وأيضا
وأيضا عدم التسبيب صدمة لهن عندما يتحدثن عن هذه الحالات. شكرا جزيلا هيما. منى شكرا، لن أخذ وقتا كثيرا، وأيضا كما ذكرت زميلتي سأركز على نقطتين، الأولى أن نذكر إلى العنف كعملية مستمرة، وأيضا أن نتحدث عن الأسباب الجذرية وأيضا عن العنف، ونتذكر أن العنف ليس فقط وقت النزاعات ولكنه مبني داخل المؤسسة هيكلية المجتمعات وموجودة قبل النزاعات، وأيضا يستمر أيضا ما بعد النزاعات، وأن ننظر إليه كأيضا كطيف واسع وليس فقط كقضية واحدة، وأن العنف الجنسي ضد المرأة هي نوع من أنواع العنف، ولكن النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من الانتهاكات خلال حياتهن، وأيضا لتعزيز عمل المنظمات التي تقودها المرأة والمنظمات النسوية هو والعمل في الميدان، وأيضا وأن يقدمنا أشكال مختلفة للنساء مثل الدعم النفسي والاجتماعي، وأيضا في مبادرات العدالة الانتقالية، وأيضا وأن التحدث عن حق المرأة من خلال العدالة التي تراها المرأة بذاتها هي، وأيضا ليس فقط وأنكم يجب أن مثلا عندما تتحدثوا إلى مجتمعات أوروبية يجب أن تتغير الصورة، وأيضا في الاستثمار في إنتاج يعني معلومات النسائية والإنتاجات النساء ومنتجات النساء، وكيف ممكن للمرأة أن ترى العدالة المرأة وهي، وأنا لا أنظر إلى المرأة كوحدة منفصلة، لا، ولكن المرأة جزء لها تجربتها، والمرأة اللاجئة ومثلا في مخيم في لبنان لديها تطلعات يختلف للعدالة عن امرأة أخرى في أوروبا أو مكان آخر، وهذا يعتمد على أبعاد مختلفة، هناك مثلا هل لديها إعاقة أو هل لديها إمكانية وصول أم لا، وهذا يؤثر عليها، ويجب أن ننظر إلى هذه المقاربة كالمرأة ليس فقط كمجموعة منفصلة ولكن بتحليل أوسع. شكرا هذه مداخلتي، شكرا جزيلا، وأود أن أشكركم جميعا ولهذه المعلومات الثرية والنقاشات. بالنسبة لي لقد تعلمت كثيرا من هذه المداخلات، يعني لهذه مجموعة من المتحدثات الاستثنائية، والآن سأعطي الكلمة إلى نيكولو للختام. هل لي أن أضيف وهي ليست يعني مرتبطة بالعنف الجنسي ولكن العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكن الدعوة النساء كخبيرات وفي المتحدثات والنقاش حول قضايا المرأة، وأيضا في مثلا اليوم العالمي للمرأة فقط المرأة هذا تمييز، وأيضا ويجب أن يكون هناك ممارسين أكثر في العمل، هذا مهم جدا وخاصة عندما يكون لدينا متحدثين دوليين. شكرا، أو أنشطة دولية. شكرا. نعم لك ذكرتيها بشكل أفضل مني. النساء وأيضا هي عمل لكل الجميع، للجميع ليس فقط للنساء. إذا الشيء المهم أن هي الأحياء المحمية، وهنا ولكن هناك إرث، وأيضا هناك في الفضاء الخاص، والرجل لديه أيضا عالمه في خطاباته الأخرى، وهذا شيء بالتأكيد أنا موجود، أنا أسميه هذا فضاء المرأة، وهذا عذر للرجال للتمييز في حقوق الإنسان بشكل عام، وأيضا أنه ليس أن لا نستخدم بعض اللغة المحددة، ولهذا
المنظمات التي منظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا، وهناك شيء يعني مركز وفي أيضا، وهذه أيضا الفكرة، وأيضا في تكرار أن هناك حقوق المرأة، وهناك في ناس فاتحين ميكروفونات رجاء سكروه. أنا يعني أن نعرفها أيضا الجلسات المشتركة، وأيضا هذا يجب أن لا يستبدل الواقع واقع أيضا بشكل واسع، وأيضا للحديث عن هذا. وأيضاً يعني عدم الاعتراف بالقيم، وهذا أيضاً عمق هذا الاعتراف. إذن المنظور الموجود هو أيضاً، وهذه المنظورات وأيضاً للرجال للمرأة، وهذا مهم جداً، هذه مؤشرات جيدة. وفي هذه قد ما ذكرته أيضا هيما وغيرها، ويجب علينا عدم التمييز هنا، ولكن يجب أن لا تنظروا إلى الرجل، يجب أن أبقى بحديثي. إذن ليس لدي كلام ختامي، ولكن المتحدثات تحدثنا، قدمنا توصيات جيدة، ولكن أود أن أشكركم جميعا على العمل الذي تقومون به وتستمرون بالعمل، وشكرا لزينب أيضا على حديثها، ولنتجاوز أيضا ما هو فقط محدد يعني في العمل. وأيضا شكرا جزيلا لولا منى وياسمين، ولقد كنتن يعني مثالا كما نحن نعرف وتوقعنا أيضا في عملكن. وشكرا للمتحدثين الآخرين، وأيضا للذين رأسوا هذه الجلسة. إذن ليس هناك كلمات ختامية، ولكن شكرا جزيلا، ولكن فقط. أعتقد مع هذا نصل إلى ختام نقاشنا، وشكرا مرة أخرى للجميع. شكر خاص أيضا جميعا، ونلتقي، آمل أن نلتقي في نقاش آخر، في أن نلتقي بسوريا حرة. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا. باي باي.